بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وصلاة وسلام على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أندد وينها الصوماليات وان إذن السلام إياه وحا برنامج كيس إذا توسكا عما اللايف كاد ودى وانشرتين مالين كستو أو سبتيا وينو قوم قاعد الرأي وضدي جندا وحير وحانا قرر لي هان دون تان دقائق إن شاء الله تعالى أن حقا ديبو دعني walaalayaal barnaamijkani tabcan waxa uu ku saabsan yahay saad la socotaan in aynu waxoogaa wacdi iyo waano iyo isbaraarujin aynu isku sameyno. Dadweynihii intii la socotay daawanaysay xalay waxaan idin sii maaragtay sheegay in maanta dayif kariima oo casiizun calayna ah uu nala joogo oo isaga xalaqadan maanta aanu معنا وحوى ينكو استضافني وانكو شرفني واسنونا شرفي وشيخنا فاضل كا القاري الكبير الشيخ عبد الرشيد ابن الشيخ علي الصوفي حفظه الله. الشيخ طبعا وغني عن التعريف هذه أدباد أوضة تقانان وحكستو عن كلمة شيخ كويرة هذو عن دونو إن عن كعبيرو من زلذي سانيقو عن مدحي إيا ثناء وجيد حقيقة وحويان يستحق فوق ذلك. ورجل عاش مع القرآن، قرآن كايو لنو لاضي منذ نعومة أظفاره وحو قرآن كا حفظي إساقو عن دادي صدافين طبعا سنضود وحاو إتقانيي كدبنا قراءات السبعة المتواترة وضد بدن الصومالية حدا أي آذي آذو ضيقانان كدبنا وحاي رحلة ذي سي علمي يحفظي جيسا يبرش ذي سو كبلا بنتي إساقو دا ذي سو آذي آذي ويرتاي وحاو حياة ذي سا منرشي سا وسي بدن كذا قرآن كاس برش ذي سا يبرس ذي سا iyo maaragti saasoo kale khidmadiisa wax badan waxa ogtihiin adduunka qiraa'aadka maanta aad iyo aad loo dhagaysto ee musajalka inuu sheekhu dowrka ugu weyn ee duubitaanka uu leeyahay caalamiyanba oo qiraa'aadan hore loo duubin caalamkan hadda aynu ku noolahay oo laga yaababa inuu indisaar ku dhici lahaa ama ay iska baabi'i lahaayeen uu soo nooleeyey sheekhu xafidahullah oo uu duubay qiraa'aadkaas قراءة حمزة أي كمتهاي كسائي قراءة فربضا السوسي معنا وحويان ابن عامر يغير كد غير كود وآذي آذو فربضا أنا قو عن دون ينثناغ الشيخين أن آذي آذو قد أرادو لكن وحن أغهي إلهي سبحانه وتعالى إن قبول أسو دجيي أو ربي سبحانه وتعالى جعيل كيسا قلوب تددكا وكو أبوري وأنفليو معنى وحوي أن نين قرآن أما وحكا برتي أما يقانا أو مدى الصوماليات كمدا أو أن شيخة إيا والده رحمه الله شيخي معنى وحوي أن عظيم كهاي ومدى الصوماليات ورنان قلبي قيدة كوي ناشع على صوفي أن فضل كل هاي إنو آد إيا آد ويري هاي مدون يا شيخة إن أمان حقيقة لكن سيدان وشيغي waxa uu noloshiisa oo dhan siiyey qur'aanka iyo khidmadiisa. Isaga ayaa wax ka odhan doonaa oo ka sheekayn doonaa qur'aankaas oo sheekha aan ku soo dhawayn doonaa biidnillaahi tacaala, anigoo og in aan wax badan tafriid fi xaqii ku sameeyey, laakiin kelimaadkaasi ma cabirayaan xaqiiqatan insha allahu tacaala. Waxaan rajaynayno ama manzilada aan rajaynayno ilaahay agtiisa subxaana wa tacaala inuu ku leeyahay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam وحاولي أنتم شهداء الله في أرضه إذنكم مرخاتي آياتهن وأرلدن جوغا معنى وحاويان قفكي مركا من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة والنبي عليه الصلاة والسلام. قفكي خيرات كو أمانتان وحاويان جنة أيا واجبتي
طبعا قفكي شر لغو شاقنا نار ايا او اجيبته والعياذ بالله مركا مؤمنين تصداس بي معنا وحويان او اقيهين قفكست الهي سبحانه وتعالى منزل ذا ودجيي وحانا الشيخ رجينينا بإذن الله وربينا ويديسنينا إن او نقضو معنا وحويان فوق ما نظن الهي سبحانه وتعالى دنبيسي يكي والدكي يوالدين تيب الله دافو شيخ ايان كسود وين دونا وكلمة افتتاحة ان شاء الله تعالى انسين دونا فليتفضل مأجورا مشكورا. بسم الله الحمد لله وصلى الله على النبي سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. أما بعد ولله الحمد لله بارك الله فيكم. أنا أقول أدي أدبان وفرح سنهي إن إذن لكل مؤ وقلن كان وناكسن أسبوعي أنكسو قيب قالوا أخونا الشيخ الكريم الشيخ محمد ونوصو دوي بارك الله فيه وحيانا على الأخر مريه هذا كان أخر دلينا يوحن كورنا يا وحي سن أغين ودن بيئه وقرصون الله نرضى آمين. وحي نقوم علينا إن شاء الله تعالى حكا خير بضنا الله نقدره آمين. توفيق بنا الله نوافجيه آمين. هدي أمان مرنتهي وحا أمان مرن قرآنك وسبب لكل خير الله أكبر. إلهي سبحانه وتعالى نقدره أهل القرآن آمين. قضية لي أرنتنا معها قرآن مجرده الفادي سلاقري أرنتو حوي وعمل فلكي النبي عليه الصلاة والسلام مركو تلمامي دتك أهل القرآن صلوات الله وسلامه عليه. القرآن يوم القيامة وشفيع النقدون يؤتى بأهل القرآن بويري وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران. نعم مركا الله نقدر يقوي كعمل فلجري أدونك أنت جوغين اللهم حجتنا أي ماركتي لهم ولم تكن عليهم الحجة. ثانيا الحمد لله أخونا الكريم وحيوي دي باللوي سيدة أردتها يا هيد سار لسو عطان با الوالد رحمة الله عليه الشيخ علي الصوفي وحولها تدريس فربضان يوحبرت فربضان انت آن مركدا بوصن المقدشو يحمر وصن كأساس مسجده ما لا فرق بدن أي كبيرين مثلاً هرروك على دور الكاس في جعبك حبوروك على ما لا فرق بدن وأنت أنا رو أنا دلني تقريباً ما أن أبد ويرى مدارس هي تدريس وأنت الشيخ وسوى ذي رحمة الله عليه. الشيخ الوالد الله يرحمه وحوها رجي هراء أنتي أي أبد ويرى رأيين دلني رضى حيين علومتي مركز صومالي كجرتي فقه ينحوذي يبضني آذو إتقاني وكمدها كبعدين حقا أيوه أقود بي رولكاس يمن رولكاس أقود بي مالها أسبو مركز كلاسو كل ما يوكسو قاتي فنغن خاصة فن التجويد ليلة وحان هذا الذي سأنكهينا رحمة الله عليه إنو يري علمي قرآن كأما تجويد علمي هري أجري بوها صومالي أهان. نعم لأن الصومال وأهل القرآن حعادوا وأهيد إن يعني إنه البابا وإلهي ماركتي عروتي سي إنه كده ذلك جريولي وخاصة حقا يعني ذكورتها من رقا وحي كده ذلك جريان إلهي القرآن كأحفظ السيان وحن أشعر شيخه إن فنقا فن القرآن القراءات فن إن دراس كل عيوها لكن هري أجري ودنك. نعم إن دراس بقول عمل كليه بمعنى زمن بكسو ريدتك اللوبين أمرك أي شهر بي لفظ كلي ومجرد هو قرآنك لا أقرئ وأن تجويد الهين. نعم. لكن وحشيخ شيء جريني أساسا أي تجويد وجري وجري وحأردت استدلال جري آثار فربضان وتسينية
يعني مثلا هان أنا وحن جوب جوجو أها نعم مساجد كان نوفر دينه الشيخ الله فرد إنه الوالد وقرآن كان وآخره إنه وحج على ضد كان خاصة قبلنا كي ما دا بين رأيه عار كذا وحج على ضد كاس ما دام يكون يعني قرآن كأدو حفظيه نعم متكسر إياه كم ذا نعم دوري سنجري نعم قرآن كمستقامنا كاسو هدي وحافظ نقضوا نسيء وبرينه نعم أبو مركا وإكرام جري ما شاء الله أو بارك وصل دوين جري مركا وحجرنا يوم قال إنه دغة وهذا شيء اللي تو بركي شرثي هيوس كا وعليشن ويا ركالة بيرسوف رش قرآن كمتواقع لنا ليش السبعة أنا خير نبغون نقرا وذي ما شاء الله حافظ متقنا الله أكبر مركا شو رستوي محاد معلمين هذا كشو قاعد يو يعني قراءات كم حد كم قشة وشيء شاطبية ما قشة ومركز وح يلي شياطين وح ليرة وها تحريف نعم شاطبية شاطبية شياطين يسوق بده شيء لأن قرن بعد قرن وها أيام معلم كأنه كسوق قال لي يقولي ما حد كحب دسنت هيقول وح أبيات مركا أئمري ما قرن يسا قراء ذي تضبطه نعم أيوة مقاعد وذا شعرك وشيء نعم وكب الله فأما الكريم السر في الطيب النافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا وقالوا عيسى ثم عثمان ورشهم بسرعة هل كاش كودي نعم وقراء ذي لم كاش شيخ هذا هو انبساطي هذا هو فرحي الله أكبر كبعد يوحي إلى روحي أنا هنسوء قالنا وحكم لها معلم كين وشيء نعم وفيها وتحت الفتح قل فتثبت من الثابت والغير البيان تبدل إن شاء الله وبيت كل جنة نعم في سورة النساء شاطبية وفي سورة النساء نعم وإمام شاطبي وشير إن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبين يا حمزية كساء أغرين نعم فتثبتوا الله أكبر لبن بلد في سورة النساء هي سورة الحجرات وفيها وتحت الفتح نعم شيخ مركو ويدي ويلي ما قرنا يسا معنى ما قرنا واسح ولا مالو كنت هلا نميقا واسح محل انك يقوم بانك سوق قاري وانقف ما شاء الله الشيخ حكو استدلالي انفرنق عن هوري جيري مركا واحد وجه هذا نعم مركي دنبي ودانو وان سوق قاري ومساجد كيني حمر فيه لي يعني وشيخ واساسي نعم وحن نقو أبابي مركي قوه الرئيسي بحلقة ذاكنا كوضا قيب قبل نعم وحن قرنا يا إنه ير أن وحبك لا قرنينين إن الأذو يرى وحن كوك قرنا يا مكي حلقة داس ويقول بيري ويقص بقدر يعني ما هني قصتين أنا نعم وحن قرنا يا وقت الصلاة دا مركي لسوق قارو هري بفريشين جري أنا سفك هرتيش نعم يعني حلي حتى صلاة لفري هنا أنا هاي يعني كفهم يا الله أكبر نتدو بجير هالشكو أمران اللي مكت نعم إن كي يرى من درن سنة لأنه هذان كونين لها سفك القدر لها نعم الله وريب فريسين جري سلادة مركا القدر الله ومع ذلك حلقة كما أنا مقنان جري وان ريسين جري ما شاء الله وحقرنا يعني وقرنا ينبا حتى قادي يسفع عنه قرنا إن مصحف قال لنو ريب جري وضبطينا حلقة وحاجرتي جزء لأقرية صبحي جزء نعم. وحل أقرية هبينك نعم حلقة إيضا وحي أحيد تحفيظ ما هي نعم شيخ تحفيظ كوحو سمي مدرسة كالو سمي نعم معلم هذا بالجوجا لا وقت كان معلم محمد اللي لا بأكل لقب اللابي نعم تحفيك وكاسوه لكن كي درس كانوا هذا درس تصحيح لولجيد وتجويد كل لغو صحيح جريء من قرن إيسا تدخل أي كسو بير جرين وإيمان جرين مستويات مختلفة قال يعني قرآن كوري وحفظي قال لحد أول مرة يوقع نعم تاسيح مركا وحن قرن يا سيدان وفد إني وحلقة ذهب ما لك اللي جوجين أيوة فصح ملا عيد لو جوجين ما أيوة جمعة لو جوجين ما جمعة وركب بجوجي عيد حتى لما جوجي لا الله مركو حوج دواس كير أيوة أرنت وأنا دبي شيء مر ما فصح أنا نسيه سوء عيار وأجري لكن إن خير بدنا كجرا درين سنة الله ما بقلين بأي حال من الأحوال ما يسمى بقجري نعم وها مركز أعضي أدي أن سؤالي أدي ويدي سو باللوي حفظك القرآن كان نعم ده هذه المركز ما لها أحد أما طبعا كأحد أما كبا يريد بها دون العشر على قدي أنت أسأل مغلي نعم بكتي القرآن كأخذ حي نعم وحنا غير القرآن كعبد السنة الله حقيقة ساس الله أكبر وحن أركي إن القرآن كيف حفظ السنة نعم مركب مركي أن دمعي إن القرآن كأن جمعيه نعم ووالد في قدر يشتوى رحمة الله عليه نعم وحيو لقى هذا النيل يعني ما هيك سي جزء بس كسو ديار رجل ما شاء الله جزء بان أغرنا يا فلنا يكوع العدنا يا كبعد تقرع على الوالد الله أكبر مركب سنة سنة وقبحي نعم كل يوم جزء نعم سنة أذي أذنه تشجيعي وحيالها يعني
أد أد دورك وين أقع يا رأينا إنه مكرنا إيش القرآن كجعلان وحكم ذهاي لين بهاي هذا والدين تونا أردت هالشيء كبيرا وحوي مركز والدك وقرآن كتعظيمي نعم الله وقرآن وحوي لنا غضب نعم وحوي القرآن كلنا غضب نعم وحن مشكاهن رالف ربضان بالشكاهن صاح بضان عيال بضان نعم وكذا نعم مركز واسكجع عشان تمييزه شو نغير شو عاد يمكن ما ركت جيش كي ماشي واحد هنا دوالتي كسو اقدوا لك شو دوينت تقديرك وحان جاي بالقران القران قران الله اكبر امرك قران كان كي برت قران كان هذا برت وكسون نقول هذا اشكال لك الى حلو شو دوين انت دارك خاص كوالدك لو كان ما شاء الله لك ارمها سا وحبل حبيبي لا هذا القران مر مر ماركتي حوغي ترغيبه بعير شيلين شيلين كبر جاس جري جرو هذا فعلا شيلين كل قصيو هاي أحد وحد وين أو مقارنة إيشا الله أكبر مركضن ب ده إن شاء الله يعني وحول القرآن كو نقول دونا إلى الله عز وجل لكن مركو هاي نعم. وحابكو حابكو يعني كو بير ماشى سيدا بها كلنا اللي قال إيشا كل ما سورة جوب بحدد وأركع ذو حفظ سن هكذا يعني يتحبب يعني تتحبب إليه يعني. الله مركا ارتب الله وساس أهيد بفضل الله تعالى حفظي القرآن كساس كوني حلقة لسنا حلقة مباركة أهيد نعم إذا أي قراءات كمركز دمك وبرني الله وحي نقطي مركز دم بين أن نقول بقراءة إن بتبعد دوري آخر نيم بتبعد ابن كثير آخر نيم بتبعد كذا آخر نيم أنت بشيخ مش وصحية الله تبع الشيخ بحب الله بينه ونو أقريه شاطبية نعم إذا نقول إذا جشتوا حفظي أن حفظي أو ما قرني شا شاطبية لو حكدي يسال القرآن كوكال ما لجوجين شرير حتى ما أنت لما قلنا ما علماء الصومال عادوا هيتفسح على غير قادم جدا نعم. أبدا الحكولة القرآن متواصل الله يعني تروح تهدى ولا صوب بالله بين الله شن قول لح قول إنك بدن قال لي شن جري أدب مركا فن قاسي قليل دتك وها نعم دتكنا ما أين فهن سنين حنقرنا يا صدح معلن أولي بدتك إن أهل القرآن كري كونفورت ولا شيء قلنا وبدن القرآن كحفظية نعم أيو كسو استخلاصي أردادي سكدورتو يولي نعم. حنبارة إذنكو كتابك نعم مركز ولي بتقديرين جري أو العكسين جري ومركز حوجي جوغان با وأنا يرى لك وان أركيا نعم هذا الكتابك هو قويننا لقي استسفي عنه صحفي أو كذا أو نعم. كان يرغبهم في هذا يعني نعم مركي مدى أن جوغني ولله الحمد دي قراءاتك تضبطينا عن برني أن سكا كل أورتين جرني كل أقري جرني وحي نقطة مركي دم إنو ديواد أي دورو مصر أو جعلها إنا سوكر صدو نعم وطبنك قرية أن ماركتي سوقاتو سندكم مركوها كوي سديتن كي بلي قدن بي نعم أكتوبر بشي أكتوبر بهد بانكرانا يعني نعم يعني تغي مصر نعم أزهر بان تغي نعم مركا امتحان كمركي إقا قادينا ما وحي إقيين درجة سر إقيين نعم ووذي واي هاوشي مسجد كان نعم. ماشي مركان منا سيدي بان بفضل الله تعالى انكم باللوني على قضية انكم باللوني اضو بداية وصاصة اسكاهي نعم. وإلى يومنا هذا نعم. عن إلهي كرجينا الله أكبر إنه نغدق من أهل القرآن ونغدق كل يبقى انت الودن كي أنجوغلي سادل سعطان ودن كي ندتكو يعني وأهل القرآن نعم قرآن كوالي جهلي هذا رقم بيبا أهيد با iskuulad kuma ka soo baxeen naam in qoyska ama reerku ilmaha aynan iskuul geeyin ila quraanka ay bartaan marka quraanka barto naam khaasatan dhijaan dhijaan kan koonfurta daano ku soo korra ka sheegay naam haduu quraanka xifdin ma la geeyay iskuul allah akbar horta quraanka waa inuu xifdiyo dugsi dhameeyay quraanka marka xifdiyo kadib ay iskuul la geeyay sax arin aad u fiican bay ahayd naam inkastoo yaani isaga jirtay noocan ma waxyaala markii dambe نوع عادات إني نقائص إسكا هاي نعم. تربية إن لسعن نعم. لف القرآن كله القرآن كله مجرد هو نعم. ولي بس إسكا تقدرن وما لا دكسي إسكا ير وسخ بدن أو مركز أرض يد دكسي مركز صبح يسي أديو أرجع جح الله سينا يا لأن خبي وحقوق ريان يا أنقاس ليلة ومركز أيوة
iskuulka markuu tageyna markaas dhar qurux badan iyo kada iyo loo gelinayaa ha Allahu akbar marka noocan ma waxyaalahaas oo markii dambe dadku ay fa laakiin arintu saasay ay wanaagsanay marka alxamdulillaah markii dambe ee masaajidka aan anigu meesha waalidka ugu dambeeyayna iqbaalku waa sii batay dadku waxay fahmeen tajwiidka ahamiyadiisa qiraa'adka quraanka si wanaagsan loo aqriyo in waxa baxay meesha ka baxay waxyaalo dadkii bardayii hore ay aad ugu tacasub jireen oo ugu dhag jireen oo ay moodayeen waxaan tajwiidkan waxaan inuu dakhil yahay dadka uusan sax ahayn quraan cabeed qaar iska yiraahay iyo arbaan garanayay masaajidka taymaadaano xogay iska yir dadoodu jireen macallimiin oo بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله ميكا وصله بيه صحيح محلو ايه ريب منك حقيقة ما شاء الله ولدي وحا كستو قرن يال اخرين اولئك سيو اخرين ابا قرن اولئك نعم اولئك اولو قال محو اخرين يسي اولئك وقرن مال اخرين كلا ما محو اخرين يسي معلمي فايكا مشو قال كاسو ايه كان معلمك كما تسو قارين ما شاء الله وحا كوكو دعايو ان الدلاس هو دبان سلاس هو ايه مالا نعم كقرآنك اخرين تيسو تجويدك مركي دنبه dadku iqbaal bay yeesheen alxamdulillaah aad iyo aad baa loo iman jiray mucamar bay ahayd marka madaaris baa masjidka oo taxfiida ayaa ka hirgalay oo aad iyo aad bifadlillaahi tacaala looga aflaxay haddana maasha allah rajeynayno macalimiintaasi dadka meesha kasoo baxay inay sheekhu dariiqadiisa dariiqan dambe oo had dadku ay sameeyaan oo khaasatan buldaanta carabta loo badan yahay oo ijaaze la qoro oo ijaaze iyo nidaamka ma uusan samayn jirin laakiin ijaazadu way jirtay بطريقة شفوية يعني أرض يقول مركو مدى ولجوغو نعم وقرتو إنو نبيه يحي وقرتو إنو أهل أويا إنو إنو مالك قد بين كرو مالك هسو فسيح جرو رجري أرض هذا بعضو تتكبر تتكبر نعم سيدا سيحي يحي دورك بداية دي ونسأل الله أن يوفقنا آمين جزاك الله ويختم لنا بحسن القرآن آمين جزاك الله خير شيخ ورحلة طيبة هذه هذه طويلة وآيمان كلمات كسو كوبي كرين حقا وحنقنا يا شيخ عبد الرشيد وضفكنا هذا وضوغين إلهينا قرآنك سبحانه وتعالى إنه وشاقي كتاب كان ربي قيل إنه كتاب مبارك يه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب نعم. إلهي سبحانه وتعالى بركذي بوكبرابي تدبر كيبا وكحجيه تذكر كينا وكحجيه صدح صفة أو كالدوان مركب البركة طبعا حياته هذا كل أخرى يبقى أبداً تهي بركة آخر أيال لقوه لي حسناتك وقران كاسي لي هاي ونبي قسوين وشيغي معنى حرف والبا إن إلهي حسنا وقفك كسينا يو marka barakada laakiin dunyowiga ah oo ilaahay subhanahu wa ta'ala qofka u soo hormarinayo adduunyadan uu ka arkay hayaatadiisa bal maadaama aad ciishta maal quraan barmi xog ayaad nooga sheekaysaa xeer allah ku siiyo alxamdulillaah quraanku tabaan sida sheegtay oo tilmaantay rabbigaan in badan buu ku celceliyay fi kitabi naam inuu kitaabun mubaarakun yahay wa yakfihi inuu hadalka ilaahay allahu akbar wa kalaamullah azza wa jal نعم. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلق الله أكبر بركة دي جرتنا دي هذا الكي إلهي وحكا بركة بضان بضان مجهر مجران مرمر كقاركي وعاد وعاد عن سير ويدية يعني أي آثار أو أما رادد أي كتلي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أي أبو بكر يرقي ووين هدي ما تلارك لها نعم. أما مدي سامة كوفي دي سامة حتى دي أصحاب تنتي سيمال لغنجر أي لغنجر الله أكبر يعني آد بيماركتي وحوين وطاي آثار النبي عليه الصلاة والسلام نعم. إلا أشخاص إلهي بركي بأهاي ومباركين نعم. ومتفق عليها النبي جسم جسم مبارك نعم. أصحابه ذو مقرن إيش نعم نبا سلط سعوته النبي هو معويس وناكسن أما قوة وناكسن قنتن بصوبح نعم مركز فيه ما أحسنه نعم هذا إسين الله مركز فيه نبي يقول ولي وقفنا لكم الله يرد سائل نعم وأصول الله بي والله صدري أصحابتي با مركز تعني في سنة نعم وكتري محاد نبي أساس ودكتا عليه الصلاة والسلام نبح ويديستي ولي الله مرد هنا نعم وأنا يبا أكتهن وبا هيا نعم حر ويديست مركز فيه إني لم أسأله لألبسها نعم إني سألته لتكون كفني وحر ويديستي إني كفن إني قطي نعم إنا كحر دونك حر قوت وما ويديس لأن جلك النبي ما دام أي تهوات وحر وجينا ورتا أوكاني آثارتي سي أساسي نعم آثار كم النبي قرآن كأفكي سوى مري الله أكبر وهو كلام الله أصلا نعم لكن أفكي سانو كقال أن عليه الصلاة والسلام شيء كري سيدي النبي قوير الله يوم أنت نعم وكلام الله عز وجل
حتى مركي لقهد ليو حديثته دي مصدر الثاني في التشريع. نعم. وأن قال رسول الله قال كلام مركي قارك حتى لفظ النبي وكل واقع لفظ أنا هين معنيه جواز بعض أهل العلم يعني المعنى به لكن كلام الله أسيس هي وأفكي النبي محمد كسوة عليه السلام من الله ثم من جبريل ثم من محمد صلى الله عليه وسلم ثم مباشرة ألقات وحكى بركة بن المجرو مركة القرآن كوا مبارك وحان شك كجر ننك القرآن كإلهي سبحانه وتعالى جعل هذا وضبطنا برتا نعم وضبطنا سكو شغلية نعم إن إلهي آخر أنت على قارن أدونك وكبركين الله أكبر ولا شك في ذلك الله أكبر إلهي وبركين هي بركة العقبة ونسينا ما نعم ما غير مسؤول كبار يحرب بدني مليونير يا واحد ما ما إلهي وحو هيشتو بركين الله أكبر هدي مال نقطه هدي أهل نقطه هدي كذا نقطه نعم. هدي علم نقطه نعم. من شيء إلهي وبركين نعم مبارك ونقنية لأنه وحو صحب لي يا شيء وهي الكدكتي نعم. كتاب مبارك الله هذا كتاب أنزلناه إليك مبارك نعم الله مركا ولله الحمد قرآن كذتك برتي أما سيبرينا وابنو أرقنيبا وأرين مشاهدة أدونك إنتي جوغان إله إنو عزكنا وليسي الله أكبر أنا منا صاحبنا هو أردي ذا قار كم ذا نعم أيا مركي دي حوالي العقل وقري وحشك نولل هوري كجرين كسوا بحي صح أي من باب المال والحجري بركة القرآن كهدي بدون كسر نقطة كيف بالآخرة ما شاء الله كيف بالآخرة عزيز بركة بريهاس يراي أن شيخ القرآن كله غريجي الوالد الله يرحمه أي مرواتي إن وحال إسكوله وحفرنا جري بلغاتي بالليلة في مقدشو إنجليزي يلا قبرتها كل كه حنا الإنجليز كان برا نجايو، نعم. وحاسوقة هي بوقي بوقاتي قلك هي، ماشي مركب بريفاتي هذه اللي تجاينا وين شروالي شاري أنا بسواحدة، شروالي شاري أنا سواحدة هو، مركب وقتي أنا كفي لين أبو مركب مساجد برقية هيد وفدي، من أكو مارك يوم ما أسلها موجي، ماشي هو ضلع الله يسوق قال مساجد كده بدنا بناك الله ربعها، مركب كسي بحي، مركب شو أرك، مركب شو يل، ولا ولا كان. أزواج فريستو وحاجة لسعودها محيتها على أبطاله وحال بريباتي وأنا سعودها في إنجليزك مركا هذا العجيب لو يري أو حيري ما يعني هذا البدن أو شرعيا يقال ما سيها اللي ودي جواز كذا اللي من يبانانتها يلغى الله برتو ما حاس كمونة هذي نعم لكن هو يلبو يقاتو شيء وحيري مساجد كان مساجد كان وعلى سعودها نيكي يقانا يقانا مساجد حمر وحاقار كيسا دوكان مو شيخ نعم. وكسمي صح وكرهها نعم سو تجارة ما قالين انت نعم. بدل لكن والدكان ما كرهها يعني مش عرفتي وحاسيه لك هذه نعم. في اللي حركه قلت هاي المهم وحا ادارك يسبوا لي نعم. جالس كلام الخسان هذه الخسان ما في انجليزي بانكو عليه ان شاء الله مركز ما مركز في كوي بريغان قران كي بريجي يو في انجليزي كبرني انا يسو شحتها كان ما شاء الله يسوع شحات هذا دونيش نعم إنجليز كم حد كرهته دونيش يكون نعم قرآن كود ذا الله الدنيا آخر بس قد كون الله أكبر قوله تعالى إن الله نبي كوري عليه الصلاة والسلام إن الله لا يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين قبل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم مركش عبد الرشيد طبعا استاذ بوشكته ومضى صوماليات حقيقة ومض قرآن كجعل أهل القرآن حتى مقولة هدا مران عربتا لإسلام أحمر وحينا ذين بريو روح الأورنج لي بلد مليون جمل هدا وحينا بلد مليون حافظ الله يرحمه معي إلى ما شاء الله مدرسة دي مباركة هاي والدك إلهي سبحانه وتعالى ثمرة فربضا وحق القرآن كا ولما نفعي ذي عالم كورنا وذقاري ومن والب هذا أمريكا تكتو أستراليا تكتو وحد أركسا شعب الصومالي وقرآن كي حفظسا تجويدك أخرية ما شاء الله أو معنا إمام ما شاء الله حتى شيخ السديس لشيخ مر وتجيس صاف أفريكا إن أي كذا البدين قول مساجد إلى هذين إمام بنك هذا بهن حرم كنوكنت ولسه ما لمن يدل تشوقي ما شاء الله إلهي سبحانه وتعالى مدرسة داس شيخ خصاص وبركي أو ثمرة ذي دين أو مدى الصومالي حقيقة أي أركتي وكل واحد ومانتا يدعو للشيخ تجارة كوي نوكر رابح سنة
مجرد تجار بدن باوقت جيسي جوك تو مال هاي ستي او مانتا عدي لغي يابا انا حسوس نمبا اساقان حسنات كي سوا مانتا لنتيبا الهي سبحانه وتعالى و احيا بين الناس ويهو كل حنو لهاي وانا جهودي وقرآن كقليي الهي سبحانه وتعالى وكبركيي بركة داسنا طبعا وطاعت شيقي سيضرية بعضها من بعض مانتا كم وقتا اولاد دي سي عذوال با الهي عن رجينا سبحانه وتعالى بريننا ان فصيح جناته تجيوه والهي سبحانه وتعالى اذي مانتا بجنة او نوكل ميو مركا نشيخ اني ما ادنو تدبرك القرآن او مهمد وين او قرآن كو الهي وحيابه وصو دجيي اي تهي بل ان بدن با سلاد امد كو دبتو كتي ما شاء الله قرآن كا ان بدن با الهي سبحانه وتعالى وحن مر بدن شيخ دريما مركا صفات كا الهي اد اخريسو اما آيات كا عظمة الهي ادبا ادو تاثرتا حقيقة ان بدن نوان دريمي بدل ما دكالو بدن القران كود انجيس تلقى يا بوقفكم مركو ايات كجنه يا عذابته يا اخريو ادو تاثره لكن عظمه الهي مركو اخريو انا سداك دريمن انا ما عنا موقت ان شيخي تاير اوغاي تاير صار ميزلكو مسن لكن اوغاي مركا كل وح تدبر كاب القران كشيخ ان اد وحير نو افتي مسو خير الله كسيو الله الله اللهم ارزقنا ذلك يا رب امين هرت القران كوحا لي سأل الله سبحانه النبي واتي حديثك وشيء ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان نعم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله كما يكره أن يقذف في النار في النار الله أصل المسألة وحلاوة الإيمان قادوا إلى يوسي عبادة ذا معنا نيس نعم. وأعظم شيء من العبادة وقراءة القرآن الله. كلام الله عز وجل مركز الله سبحانه نبو نبي عليه الصلاة والسلام أصحاب تسي كسقناتي قرآن كوحوين بوها لذكير جرين ماها تعبد كريو وكو عبادة يستو نعم. فرض أما أرين إدو صار ندبا نسك قاضي ماها نعم. نورد اللي يقول هذا نسك الدميمة نعم. وإيكون معان سنجرين الله أكبر شيء معان يعني أنت معان هذا قبة هنتهي نعم. وقت المسؤول يشكرت المكتب الله مسؤول سك معان أي قرآن كأي ومعان سنجرين وابد لسعطان ونك لمن إنني ما قرني سنة بيو على هذا وقيبي هبين كي مركي يو غزوة كي من دجال كي من مال السياح ذي يا عوا نوقبنا يا لبن نباق بتي لبن نبه هبين ما لقيت شيء يا سيد الشيخ يعني سيد من حضير كاكوس في السياح نعم مركي لبلا صحابي قا هذين جمرك أي كلا خيب سلام من لا سلام ديسك استعجل من قال هاي من دمعين وما ركتي وهو يرروا من كانوا أركي أشغل ما تكبل له فلار بكر رفتي وكبل يجي شيء ميت كان كل رفتي وكبل يجي شيء ميت كان تصدح هذا تصدح هذا مركي أي كل عضي مو سلام ديسي خفيفي ونك ما يشك صاحبها كعي كنا قال كويري أركا هذا كان وجود له وحويه مركي ويدي ويرم حاد إيه كان ويدي مدة مدي هور الجري نعم تين لبات بس صدحات ما حد مركي وهر يشيل فكود عادي نعم فلا رو كود عادي نعم حد إيه كان ويدي نعم مركب حي صورة بان أخرنا يوم وحن كهذا إن أنا كلك كل صورتي الله أكبر ولولا أن كبق يبوي إن أن أنت لنتو نكاس قال كوسو قالوا مسلمين توحية لدو دان عاشن وادانا تكبقين نعم سورة دو مكالا قوديني الله وحاكا لقو إلها مكال نفتي ذا قو إلها قو إلها هل كاسي كقادي معاك تدبرك يذكر إله سيئو معا سنين الله مركا الله نسيو أرتاس وحانا من على قلة لذهي وقلبك متوجهة وحانا لبهنين لقو دلالة الحمد لله مركي القرآن كان أقلم يسار شكتي نعم هذا واحد وين عظمة الله يا إلهي عظمة دي أمرك ربي جن سو أساس فينا الله أكبر جل جلاله الله أكبر سو أمرك أساس فينا نعم وكشاكين نعم كا وخلق يسوسي وينانتي سي عظمة دي سي كبرياء سي هذا تضبع آيات نعم وشوف حكته في سورة الحج نعم تضبع آيات آيات والبوح يكون لما حكون لما تا لبو من أسماء الله الحسنى الله وإلهي إسكو أماني نعم حوى قوله تعالى ليدخلنهم مدخلا يرضونه إن الله لعليم حليم الله أكبر
ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. نعم. وهو العلي الكبير بكحكته. نعم. لطيف خبير. الله أكبر. والغني الحميد. الله أكبر. يعني آيات والباء وحيكون لما نشاء له صفة من صفات من أسماء الله. من أسماء الله. وكلها أمان الرب يعني أمانه. الله. وعظم ديسي وينانتي ستوسنش. مركة تأثير كأجوهين يسامينت وأنا كوربته. الله أو هلا يا. نعم. أو إيش أمانه يا وله الله. أمان حقا سبع إسكال نعم وحكا الأمان توضوا إسكا مكتسبة أو أمان واحد لسي إلهي سيوه لكن أمان تدفتع إلهي وإسكال نعم. الله نسيه لكن مسألة أساس كيغو نعم وحاوليا إن إلهي ونوافجيو ورع نعم. تقوى نعم. صلاح أنت قلبك نعم. إنسانكو نعم وربك كحرني هاي مع سيدنا أكفك هاي نعم أي قلوبتو أي لينتاي وحان حصوصتا بريقة أنك شيكين ينسكيرا نعم. المسجد كجوني تدكو شيخ وأهيم بطنين الله أكبر أدبلو يجري نعم هذا وين توارد ماتي الله أكبر حتى واما لفيا نادر مسجد أدمال المساجد أركيسي دادو هي نعم قليل ويرتا أنا مركز وان يرى لك وحان ليا بناي يعني حلقة القرآن كمارين كستي لابد مد أما لابا أجازك الله أكبر أنا وحان حصوصتا إن الحرت كم إذا أنجري يقول أنت الله يرحمه شهاد رحمة لو أنجري نعم. سدح بريء سدح مال الأسبوع حتى رمضان بعين ها. وهنا أنك رجوعين وحتى عم تري وصل عليه حلقة الآخرني وح عادي أهيد في كل حلقة غالبا نعم. أدي أدو فرصة الشيخ الوالد نعم. المذوق أقول قولي شرتي المذوق أقول قولي شرتي الله صلاة كست الله قالوا حقنا إذا السماء انشقت الشيخ صلاة العشاء لو تجي نعم لأن هذا وجهه حمى قيسي أن شيء نعم. حرت برجع كم إذا هنجري نعم. سرجوب مكدعي مركز وهالك قدرت كألوك قبل الله بي وضخر مي ودي قفا الله أكبر يعني وضع الله سيد خذ يوكه نعم الله ونفي سيد وكل أوعمل يعني الرماس وحيكو أبو ريان وين أنت قرآن كي عظم هذا إلهي سبحانه وتعالى هذا الكلام وهذا لكن وحن أنا مركز النسبية نعم. تذكر من دام دونك تاسكي يا ريت بلا يلا عندك هذا كفرنتي دونك الاسكو نحفر من جني كان وحان سوق قال يو الاب تن قلبت كان فربدن يو ان شغال كان قلبته لا انشغالي اي جرات لا سعتا يعني بهال كان ده موبايلك نعم يعني مدير كفر مجري نعم تكون مبسوط ما احمد ما تمل هي dadka inki guriga telefoon le markay shaadku iska tagay quraanka iyo shaadku akhri san cidna ma mashquulinaysh naam hadii wax laga rabo guriga la soo hadda wax leeyahay bal saa u sheeg waa sirinta u sheeg naam haddana meel kasta quraanka uu furay isla dhagta la soo qabo waa soo qabsho marka inshigaal ka fara badan iyo waraaciyo iska yaraaday oo ma aqaan hadii lacagahan baas iyo dollar lama aqoonin balaad baan lama aqoonin jinni jaan kan waxaan ma jirin dadku حقوق الناس على سكان ولا تغيركم هالكاسو كيمة كل يبي واحد هو با أذن أذهب تاعد كستان هبط قرآن كم بدل الله قرآن كم هو وصلي. لكن واحد بدل وقلوبته قلوبتي إذا كنت ذا اللي أنت تبرتينا نعم إذا الأسباب التي تؤهل للخشوع والخضوع إن القرآن كان ولا نعم يا لنقدوري الله نوفق آمين إلهي وفقجي جزاك الله خير وكل جلسة ممتعة هذه أدنى وحسب بضان الشيخ وحا قرآنك في سورة الفرقان إلهي إنه بصو وري رسولك وعبني ومديسك عبني الله آيد عظيمك شيخ أدنى دو ماركتي وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا طبعا وحن الى هذا دتك قربا وحا قران كدولكم ولا برتا عرورتا حلقيا مدارس لبا ساعات اي قران كبرنيان ولا ساعات كليا صلاه دا مركا لغا بلاابا 9 الصبحنمو عرورتو الى 3 ماركتا 8 الى 3 waxay tagaan iskuulka marka kasoo roohaan 5 الى 7 لغا يابا اني تايمر u helaan oo quraankii la ilaada hala barto طبعا واحد دريمي سامر كا قرأ سكول كا تجيو عين كان واحد اهتمام بضم با لقد دريمي يا عائلة دي لكن مركن كلب حلقة يابا
إن أي إسدا مشغول نقل تذكر أي كان نقطة له هذا معنا بالمرك الشيخ طبعا كلمة أمضي وضد بن باكريسني ذات كيروب شوجا بالوحي نصيحة في القرآن سأولاده داس أهل القرآن ونقل لهيد بل وحيابها وكالمين إلهي سقو يسرويل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ما حد السلا هذا الشيخ وي مارك تساعدهم على ذلك والله الحمد لله هرتا ما لها أنت المرمري وحيال بضانو يعني خير وانرك الحمد لله المدر يرو آذ قرآن كوية قانا ما لبضن بان كل ما شاء الله إنك شتوين عام هينون فربضني نعم لكن كل وحن أغاذي أنت أن أنو ليابي قرآن كشاوية قانا نعم وإن عناية خاصة والد كل ياشي دذال قارة دذال قارة المبحيي نعم والد دذال كاس قارة وكل حي كان تي وحين أبنا يعني أنت بظن إن أبيه ومعلميها يسهر شو كلام قرآن كله وأما نعم. كذا نعم. أي سر بظن يعني نعم. كل يبا فتن بظن بأش كجرة نعم. فتن هذا آدي أدب وعلو استحي نعم. إن وحان هدا عقل قلينين أما أن سورت قلينين إن لصوبان لقوا أما أن ليس كبا أقبلينين ما نعم. توحوي إن ليرا قرآن كوقتي بظن هلا شيء نعم. وقتي بظن وحاقاتي سكولات كاساقات وهذا ضرورة الحياة بأي هذا وده مدن نعم إسكن نقضينه هذا لقبا أقبل إني كي لأنه نعم. هذا المهي قام فل تربان المهي قرانسين لقبا أقبل المهي نعم إيه لكن بكل يوحن من كل يبقى أن كواني الله ذاتك ولا لها إني أغاذان نعم إلهي سبحانه وتعالى المها وكشيه ثمارته أقوين منها أقوين نعم إتقاذن إيشو نعم إتكهل إيشو نعم بدون كي يحكوا أنفعهم ولا غياب نعم لكن ثمارته أقوين وإن كدغاتها كان اخرات كيليش دتك يوم القيامه مرك الهي كسو صار قبورته وهو قاويه برمقبان نعم كبا مقبان احنا موت وح الله حيوتان ملك نعم انكم تحشرون الى الله عفاتا عراتا غرلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن وحاسقناتي والدي نعم. حافظ القران نعم ان الهي يوم القيامه جنه وما جنه ادخل من باب حريه نعم يوم القيامه نعم ان الهي درئيك وكلني الله وتاج وليبا مضحى وصاري نعم نور كيسو كنور بدن يهي وكيفتين بدن يهي قراحة أدوك سيدي قريه قطع سنو النبي وانو الشيخ عليه الصلاة والسلام محيكونا لبدا والد نعم محيكونا إلمه ذو قرآن كبرت قرآن كبرت آه. فما ظنكم بالذي عمل به والنبي عليه الصلاة والسلام كي يلا سبب النغضي نعم كم حلم علينا شهر كان الله عندك روي الله أكبر درجين إلهي سيني والقرطيب لها فما ظنكم ظنكم بالنجل عند جزائه نعم أولئك أهل الله والصفوة الملأ نعم ومشاطبك الشيء هنيئا مليئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلاء نعم الله أكبر وركا وحاوي هذا المها القرآن كبرتيبة تاكوه ليش الله أكبر سو ما أذكر نعم لكن هذا إنجنير نقضه نعم أما وبيلوذ نقضه أما الدرول نقضه أما كذا نقضه نعم إن شاء الله هذا القرآن قدر سي الحمد لله لكن هذيك الكوه ليش والله المها دكتورها دربال وشينا يوم القيامة مدوش لما مشي قلت الله وركا واجعلها المها إنه وضع دكاترة نقضان نعم إنه وضع بيلوث نقضان نعم. وضع درجات قبو وأوين قبصدان نعم. إنجينير يهلك نعم. يكدعان نعم وأوضع جعلها نعم لكن وإنا أنه قبض إنه قرآنك الله أكبر قرآنك وإحنا أفعية نعم أدونك أنه ولقت تقية نعم هذا أدونك أنك تكتو آخرتك تنا نعم المها دو ودم راح النقض حكم قبل كرو لكن نفعي آخرك شو قال إن ثمار تاسك من الأساس أوجد نعم. إن دلالك حوجي سأنا صاروا و وندرن سنة هي ماشي أنا إني تهي يعني سباحة ضد الموج ضد الموج هيك 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 صعود وفتنة أبد كل حجرتان لكن ساجد ذا هي مراكز تايو المهم إنك إلى عليا وقتك أنت بدن فسح يضا لا بضع عيشة فسحة أما واختيق فسح يضا مقرن إيساء وإجازة للقاتل انتهى إن لقد ذلك بل إن أون إمها سي قرآن كبرتان أيها إن شاء الله طبعا أنت السادة ضد بضم بلقيا بأين التلفون كمشاركيان وإيشاك أدولي بهذا الكيسة أما سلانتيسة أما وشعليين نارك وقبضت كاسان سالة شانس كسين دونا قفك وقوه الرأياء السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله كسر دول على الوا ما عرفت ما قاعد يمشي كسر الله يسا
أنا يا وحدي ذهلا علي حاجي يوسف علينا. علي حاجي يوسف وشي عبد الرشيد بامانتا نلجو قد ضيف ككسر دو وهان خباش عبد الرشيد وإيغانا شيخ علي ومعروف هذا كور إذا حرق لا يوضو إلي ورشي عبد الرشيد وكسنا هاي ما شاء الله حمر الجونا واسفي عن روي أنا مدرسة يوم وحكاها معهد هو أنسبي نعم شيخ مركو أكيد كتابي وحيالها لي وهي ما لها جذورين وقصلي هاي ما شاء الله لا ما كشيء وفهمه عايز ده وحكم له كان ولا عديه شيخ بارك الله فيك ما شاء الله بارك الله ولا عديه مركز يري حوله ده دانو جاهلين ويمله لكن فهم القرآن ككلية تاريخ وعديدة وهنقرت خير بارك الله ما شاء الله شيخ مركة كتابك لبتي في وصل لهم جاهلين وهي كان يصدق ولا بأي رهن بارك الله وحو يري كتابها أسرع أول ختم الحرم المكي أكويا له وان قرت شعب سنوه أول مسؤول في الحرم المكي كتبت دينتي وعكس لي أن أقصد دروه بارك الله وحن سلطولي وانقرت مركا لكن أنا جاي فهم إذا نبي هدي أصومارين هي وحاكل لي تحدي قراءات زيتي قواعدها بارك الله فيك واسع الله في حاجة علي معروف حاجة ما شاء الله ماذا عبد الرشيد وثور الله عظيم الله ما شاء الله أيه 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 واسع هي سركال وين أحد ولا يريوسهم أحسن كان أطيع وأقول وأقول جل عزيز وفعلنا ما شاء الله دينك الصومالي دفاع حرم المكر اللي قصد دري هذا هو عجيب ما شاء الله بارك الله فيكم شيخ علي شيخ علي ما شاء الله ما شاء الله الله يجمعكم في الجنة إن شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله شيخنا وكوسو دعينا إن شاء الله تعالى وكوسو دعينا وسعدنا بمشاركتك ان شاء الله ومشايخ الكبار المشهورين في الصومال ومن اولاد اولياء الله الصالحين ما شاء الله يعني خير ضمبو ما شاء الله حاجه قصه وشيء وقصه مهمه الله اكبر بارك الله في وحاجه نعم رسم القران نعم صحابه النبي قصه القران حيال بدن اختي بدن هذا وما هي نعم كل حيال بدن حاجه حروف بدن و زيادة قريتانك نعم أن الأخرين نعم حروف الأخرين أيو أو أن القرين نعم الرحمن أو كذا ألف نعم تيدو أقو أنت نعم لما قرين سحابة دمين نعم حتى ألف تيدو ردوش سارا أيو ما يقرين واسا لكن لقى متقو أولئك هو قيد أو كذا نعم لكو حاجة لأفر كلمة دوت نعم لا أذبحنه في سورة النمل النمل إيو لإلى الجحيم نعم وفي سورة والصافات نعم إيا لإلى الله تحشرون نعم وفي سورة آل عمران نعم إيا لأوضع خلالكم نعم الدين لقري سلع لو قد واقعي لو قري نعم لقري لم ألف كري لأذبح أنه نعم لام ألف ذال أكحي لكن ألف كلا لقطري نعم لا بمركان الدين الأخرية لا أذبح أنه وينه نعم
ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم لا إلى الجحيم وكله مركا لأذبح أنه سورة النمل مسحفته له وسكوافق سبح ذاك لي خلفي باكو جرعان مسحفت أصحابتي قار باقوري قار مركا مسحف باكستان لقوسه متبعي بأحيد وشيخ مركا أوكاني وزعاي لمن أم بأس لقوا حدهين لا إلى الجحيم معنيه بقد شيء لا إلى الله تحشر معنيه قدومي كم وهي مركا غصر الماشاء وقومهم سوحي هي قلبتها وحاجقوا إيه إيماني ونكا وسعودين درسي أصاب الأخرين هاي ما شاء الله يعني درسي كان أخرين كاسوبة حابة كاسوبة كجرت وكلام الإمام الشاطبي أولي هي وزاد اللام ألف ألفا لأوضع جلهم وأجمع زمرا لأذبحنه ومع خلاف مع الليلة تيبا ما شرح يا الله أكبر مركان درسي لما نبو أرنت إيشا وعنوا بفتوري بهالكي كجرت ما شاء الله أركا بارك الله في قصف عبدنا جزاه الله خيرا إن شاء الله كرمه الله كل الكلبات بين ويقنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته قصوا دور على المقعة مشك سؤال ليسا وحالي لنا صادق مع الإبراهيم وحنقصوا قناة مقالدة لندن صادق وقصوا دور تفضل شيخ شينا إيش عبد الرشيد حفظه الله تعالى والسلام يا لبدين نبا سلام الله عليك سلام الله عليك ورحمته هذا القرآن كون جاء الله هاي ما توقع تريف القصوا عدعين هاي ما شاء الله مع القرآن رحاء وفو قرآن كبري إلا أدوه لا بكون يصدق كل أبو فقران كبري ما شاء الله ما شاء الله الله كثوابي السجى قران كيسوب بري الحمد لله مرك ما شاء الله أبي أريد ودي جري حكى عن سوستا ودي جري قران كوح أدنية وح معكوسية أقرأنا جل ذلك قران كجرو بيجري الله أكبر الله صح مرك وش عبد الشيخ مرك وش كنا هذا أبو حبو سينجر وحنا عبو سينجر وحنا الماء وحنا لا يقاسير جرم كله وحنا ده وانا يجيش كينا يا بابا بارك الله فيك بارك الله خير شيخ صادق أبي أنا وحنا وحكو سيا غرا جلالك وجيه مك أنا براك وجعل هاي الله ما شاء الله شيخ أنا وهم هذا أنا وإلهي أجر سيو آمين إن شاء الله جلالك وكل ما الله نقدره آمين آمين أنا قبام نبتك وانا لك يا سومالية وقصو كانوا دمان قربها إنا قرآن كإلمه يكون تحبيان أو قرآن كبران سيسي عنا قرآن كبود داران قرآن كوا وشيء مهم ودرجة الوكرة جنة ونقفل بأنت قرآن كي قانو جنة الكرية اللهم جعلنا كذلك شخصينا ما يسانا سدو بذكة وديش القريب وبرام جنة من أكسام وكينا أهلا نقمد علينا بارك الله فيك صالح الأعمال ونقى مكتي الشيخ وحرم علينا ويديو نجر الله فيه نعم وراكي مكي لقصر تجودان كي ودبران اللي يمد والا مشهورة اسكولا لعالي شقا لقلي ومركا القرآن كنا أغلبا هاي هاي أبن حدود جرشن بربارك لقا هاي أبيات يدي سنة ويكي سنة وقتا نعم ومركا آية با وحان ربا شيخا وانت بران القرآن كا هنا كسو عريسي سواما كجع ميسي أخذك القرآن كا أو حليت بعروق أو عيرا صار ربعين أو عيرا إيش أو عاوية أنا أقولك مركز تأخير الله أكبر ما شاء الله جزاك الله جزاك الله خير أخ صادق إن شاء الله شيخ وأكون مغلى بإذن الله تعالى وإن شاء الله كأجل جواب يا تعهدوا بهذا القرآن ما شاء الله ما أساس فيها نبي أنا أقدر دارنا عليه الصلاة والسلام أقدر دارن كي والدك معلمك نعم شيخ صادق دلي نعم إلها كعب المريو وهذا الكوشيجينا يعني وهذا الدب أو حاجر ضد إن أخفياء أولياء صالحين وهو قرآن كإلهي ففي الله أكبر وإن بدن إن بدن ما لبدن يعني شيخ وشيخ يا أبي سبحانك الله مشهورة هاي شيخ معلي النور شيخ لولو جيرو التوكسية أدوف ربنا نعم بري دنبنا يعني بري هردة تجويد مجري بري دنبنا نرسو نغسو حرمي وتجويد في معركة تفسير كولا إلها كوال أول مريض دل خاصورا هذا الشيخين ولكن ودبو قرآن كهدان لها لأخرين هذه الكور واتقيا ودي النبي قاب عليه الصلاة والسلام نقول تلما بسيد قير الدبرون وكلا هدي أن هذه الكور لقوا رحيم وإسك فكنا يعني أما الشمبرة دارك هاي سوية وصحوية وكاسي بنية مركين لقوا العلي هذه الكور أي وناكسن نعم. أي خاص هو سي خاص مرك الله أقرأ القرآن ككوسة لأنه هذا آدم فهنسل لك نعم. كل يبا أي لها أون مقرن إيشا أون
إن أواخر سورة آل عمران هي سورة نعم. البقرة لما تكاد هي نعم. آية الكرسي هي نعم. إن شاء الله بركة بدن بيليه ندي الله قريبا إن شاء الله ما ركتي ونور فضي كليا شيخ كل مثلا صلاة الليل هي بل على قد وللي هي معنى تثبيت القرآن بل وحي رهددتك موقتي وحا ما ساو شيء أشغالتي مركة بضطي وحلا يقف في حتى سوى قرآن كي حفظي سن إلى صلاة الليل واستاقين تبين أن القرآن كي أربعين وهايو بل وحي روحا كلمة آدي آدو في عانو أن كان يستعجل القرآن كي أقول رمي السيبا وحا كتري لو الشيء منك يرب لها كوارزاقه إلهي كنز في عنبوسي وعجيبة غض البصر وقيام الليل باطل ومسك قلبي يوك قرنطي قيام الليل كيسي الشيخ وسع إذا بالقرآن كهينتيس وحير أو كسابسا والله يا شيخ والحمد لله هرت القرآن كفدي سادة سعطان با يعني مهمات كأقوين نعم لو حفظي جريبا نعم أصحاب النبي رضي الله عنهم حفظي جرين أنت كدم بيسيبوا حياة هيد نعم إلى يكوس هالشو مناجاة رب العالمين الله ورب قاعد هذين كيدكم الكتاجين الله أكبر يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون نعم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع وكا هذين كي كعان ورب قاعد القرآن كي قريان وإله كأمان إن الصحابي أن كلا أركي نعم أو سورة قل هو الله أنكوع العلني نعم رسول النبي والشيء غير هبل وحتى لما قرينا تقريبا يعني أو يرد الليل سنة سورة قل هو الله مركز فيه ما إنه سهل أنت يا بادو ما يشاء والله إنها نعم. لا تعدل ثلث القرآن القرآن كثلث كي شيء ولا قنطع نعم معناها وحوي وحول بوحبا الله وبرتها نعم. أهم شيء القرآن كوح الله وبرتها وحويش نعم. ربي أقوح لها الله أكبر وهبين كي أدو استاقل هاي نعم أسباب القرآن كالسوغي السنة وهمهم سنة نعم قيام الليل قيام الليل تطلن وصالحين يا جراء وإلهي مكرق أوراد وذا نعم وردق وما لها قوة أخر سنة صلاة الليل بكتكنا ما لنتي إلا بجوز هبينك إلا بجوز وكلا نعم مر مركة غارك سرد حدي نعم تتكبضا ولا شيئا نعم مركة إن قفك وكرقته نعم وحبضنا خذلان الشيطان مو شيطان هو ذاك اللي يقولون يمو نعم محمد فاق هذا نعم ساعات قرات كأخر إكرتا نعم سلف الجسم نعم سيد السود حسود دوين كرتا نعم دي إله وافج مركب قيام الليل ك هي ثبات القرآن كعلى قوي إنبك الحس آدي الله آية دون حلقة يا بابين إشارة في سورة مزمل إن ناشئة الليل هي أشد وطن وأقوم قيلا وأقوم قيلا نعم الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كسر دولة ومقعد مشكسة ما يسوى. نور وانك صالح يا أبني سلام يا. سلام الله. وكاقدني وعليك السلام. حبك الله كجعل هذا حبك الله الذي حببتنا فيه شيخ وحان ليس شيخ أننا أصلنا إلى أن يدعي ثان إلى أن القرآن كي حفظي سو شيخ شيخ سو حفظي هو ما شاء الله شكر في عن إن شاء الله ما شاء الله الله كحفظي شيء شكر في عن إن شاء الله دعاء إن شاء الله وتذكر نوعود الدعين دونا مركان نميسر إن شاء الله وتعالى شيخنا ومده وعود الدعين دونا بإذن الله تعالى الله خيرنا الله كسي بلينك كحيك إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كسر دورا ماشي تكسر الله إن شاء الله شيخ عبد الرشيد يبقى الله اللي ساتو ساعة ما شاء الله شيخ وحن أني إلما أيان ودك على الصوغة هايه يالك يالك إلما أصوغ ودك أوانا على الصوغة مركا إلمي قرآن قرآن كأيان برك نعم ما شاء الله إلمي قرآن كويه التيان دمديد مركا هدى مركا دمدي أدوية يسكول لي يجاب على لك كلي وان قرت شيخ إلما هان عبده النبود انت لكن الآن قرآن وحفظ سنو حتى المسجد كشي عزو في كحنا ما شاء الله 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 ما شاء الله
aad qur-aanka u jeclo qur-aanka xataa mar kasta oon sidaas u hayo qur-aanka ba hubigayga dhanba qur-aanka waa qur-aanka un alxamdulillah maasha allah maasha allah sidaan u xifdisanahay si ka badanna allah usii xifdisa allahuma amiin isku wanaagsanba insha allah kulliyanba amiin waalideedii hadda ka hadlaysayna ilaahay baa barakeeyo amiin wanaag badan bay noo sheegtay ilma ay la kifaaxday iyadoo qur-aanka ay bartay allahu akbar waa wax weyn oo ilaahay xaggiisa laga helay ilaahayna ma dayacayo insha allah insha allah waxaan ku rajaynaya nataajka ugu weyn lagu xidhiyo allahuma amiin amiin laana labadii iskaalmaysay oo aabihii kaalmaynayo فكيف كلقيت إني إن شاء الله وحن رجينينا لنرى لأسنا ولقيا بأن حوية إسكير مشغولة لكن القرآن كود حدونا قلال بكرس وبحدونا إن شاء الله تعالى وأنا كوسو دعينينا ريقون الله سو دعينا وأنا قفي عنه الله وردقا بهذه وقرآن كيها إن شاء الله ما شاء الله بارك الله فيه هم عالية بإذن الله لين كحيقا السلام عليكم ورحمة الله كوسو دورا المقعقي مشهد كسو الله إن شاء الله بارك الله فيك انا نواف سلامي خير الله يمسيه كل ما عرفتي على الاسلام معلمك اما ما ذهبت منكم سن حتى امرك قران رؤوس بني هو معلمك يعني كان معلم جميل يعني ما شاء الله ما عرفت على شيء دم بابا ما عرفتي خير الله يمسيه الله ما عرفتي الله كمان تمسيه وحنا بقى صوله ما عرفتي quraanka igu adag waan bartay quraanka laakiin ma aragtay akhrindiis markaan aragtayna xanuunay qabanayaan madaxa iyo dhaariga xanuunaya ma aragtay inaad maaragtay quraanka dalilay nuuf natadan ilmahana ogaan insha allah xoogan ay kunoo qanta maaragtay إن شاء الله إن شاء الله بارك الله فيك إن شاء الله كل يحبك القرآن وحن لنا إلهي الجنة هكوكي شخنو كود عندنا دقائق النهار إن شاء الله تعالى بلهد وحيك لكول السلام عليكم ورحمة الله هلو وعليكم السلام ورحمة الله شيخ يا شعروين ينجي ويا أنا يا شيخ عبد الرشيد يكسر دولة شيخ شيخ عبد الرشيد تفع محمد عريقة waxaan rabaa sheekh oo ilaa uu soo ducay quraanka ay u adag sheekh tusaale uu soo ducay oo laadna waa waayna oo laad ilaa uu soo ducay gabar yar oo aroos cusub aanahay ma sha Allah ma sha Allah oo sheekh wuu ku قف كان اسمنا اسم قال السلام عليكم ورحمة الله عليك السلام ورحمة الله وبركاته كسر دولار نعم السلام عليكم ولا نقول حق سؤال بس ما ينشيخ هاي سؤال إن شاء الله قرآن كسر بسن بإذن الله ها هاي هيا ولا الواحد هاي نور وين بتكن هاي هيا وحن هاي هو يو أقول ما هو هاي صدق هيا أضينا وعلى هاي لكن أضيع العقل ما في يو مركا وحي وحي عن وحكب حصدا ما شكو كليه هوا كجواب دون الشيخ إن شاء الله تعالى خير الله كسي بإذن الله تعالى ما قاعد محاولا هذا نور النروي إن شاء الله تعالى وكجواب دونا سؤال شاشة خبي أنا واحد ها هيو لا مكان واحد زين عطيني واحد علشان تقولي هي ما هي صح ولا واحد هي مكان وشي عم بحصله وشاك السوق لا يكوضع وصف عمله فعلا ولا سؤال شيخ خير الله قصية إن شاء الله تعالى شيخ قلدي كوري سنو دعين دونا قاعدنا سؤال شيخ تفضل إن شاء الله
أرتدي دكتي دعاء دلبي وأدعيني إن شاء الله أخونا من الماجستير إن إله سبحانه وتعالى قرآن كوفره آمين حنون بغير دلين يا أبو يلي نعم الله كوفره صلى النبي أنا بدي عليه الصلاة والسلام نعم حوالي دب بنرك علومات أرنت أوصيفين هي كوف حوالي عيس كبير نقضة نعم لأنك حد عندي مدة صلى النبي أخي عليه الصلاة والسلام الله يبارك لهين سبحانه وتعالى الله كوفه وغض القاضي ونص الدعاء إن شاء الله وحي أجعل الله أجعل هذا لما أنتوا آمين هي القرآن كنا قدر بين القرآن كإله أوفر كل يوم القرآن كالله أوظفه آمين أنا اللي سوى دعاء بظاهر الغيب إن شاء الله تعالى بارك الله فيه آمين نعم قبل السؤال شيء الشيخ وحا وحبا يسوي مسيحينك ويقبا وحي أنا نقل إسيا معنا حق الدولة دي وحا كهلو هدي أنا مقصد قيسته وحدا بيما يقول شريه تيرون نساق وحبكو ويسين أنا نقل إسيا ما هي نعم وارن إشكال واضحة نعم حيض الملك لا هذا هي وشخص عيض ولا هذا نعم مركي صدق صدق يسوح بكم على نعم. شاب معنا واحد أمره اللي قصوا ليه مجرى إن شاء نعم. الله نعم إشكال في عنده مشورة نعم تلقينتو سيرارك وهذا لها لكن نعم صدق أيضا مقبول إن شاء الله بإذن الله تعالى شكرا لي ضبطني وحي دقائق قاسر وحي تعلي إن حضا قرآن أخرضه وأدنى آخر ذو إن شاء الله وذكر جانا ختام المسك إنه نقضى بإذن الله إن شاء الله تعالى خير الله كسي أنا لا أعد سنين كل جيبة الله يكرمكم دي ما أنتوا بس كحبيبنا وراكم آخرين كرانهم عليهم بس إن شاء الله هو لا يغفر إن شاء الله لا يغفر إن شاء الله اختبار نهر أو خمس دقائق إن شاء الله وسكوا ذكرت إن شاء الله حي الله طيب لا إله إلا الله طيب ماشي وردي يجول ما آخر سنة طيب إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام
وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. رواية ورش عن نافع ويان بارك الله فيك. رواية ورش عن نافع الشيخ طريقة السنة طريق الأصبهاني الأصبهاني بارك الله فيك وطريقة القصر قصر ما شاء الله طريقة الكلوب بدفك أضي قانان عالك إلهي سبحانه وتعالى الشيخ الله كأقبله في ميزان حسناته الله وصاره معنا وحويا دعاء إذا أسوى أجيبي إلهي سبحانه وتعالى وحنبرينا ربي سبحانه وتعالى إنه خطوات كيسي وبركيه أذي عذب ومد وقفة إذي لكن حلقات كانوا كالحقا ماها كوا انتا قد مانايا محايرا الشيخ خواطر يروكوبا ونبو إما غورهم لكن رحلته مع القرآن لا تنتهي معنا وحويا بهذه الكلمات القصيرة كما دماني سو إن شاء الله تعالى أنا وصفر بو شيخ نوقيم لكن أدبا نتشعل الله إن حلقات كانوا كالآن الله أو إلهي سبحانه وتعالى ونقو كرميه بجلوس الشيخ عندنا وجوارنا بإذن الله تعالى إلهينا سبحانه وتعالى إنتي نداواني سي طبعا تلفوناتو إنتا مكرقو إنو وان أركينا لكن وقت بدن إذن مها إنو واحد إنتا عصل كي إذن يركب بسيني وارنايا إذن كقو إنو لكن نقرر علي هذا إن شاء الله تعالى إنا قمان دماني الشيخ إيا ماركت هذا الكيس يا خير كيسو أذي آذ أيان إذن كم هاد نقينا أني يا شيخ وبا وحنا ربك يا أيان أولا وآخرا أم هاد نقينا جلسة نبر فضيئة نوافجيئي وجلسة دي أمانتو كران وقتل قلي وضضي جنة ومانتا شيخ عبد الرشيد شعر الصوفي ونقل قيب قاتي وجزاكم الله خير أني ومحمد عبد الحسن محمد الشينا جلسة إذن حليليني إنتا إن برامجنا كل إن شاء الله تعالى كل مدونه وحينك تجينا في أمان الله وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.